قال رحمه الله: وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. وفي غض أعدها. قال رحمه الله: وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. نعم. أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. هذه الأولى من فوائد غض البصر ومنافعها العظيمة، وهي كثيرة. عدد ابن القيم رحمه الله منافع كثيرة لغض البصر، لكن بدأ بهذا الأمر لأنه لب الأمر ومقصوده، وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن غض البصر في طاعة لله، في امتثال لأمر الله، فمن غض بصره لله فهذه قربة يجزيه الله عليها الجزاء العظيم في صلاح قلبه وسلامته من الآفات والأسقام. فمن منافع غض البصر وعدم إطلاقه أن هذا امتثال لأمر الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، أمر بذلك. فإذا غض المرء بصره فهذه طاعة منه لربه وقربة لسيده جل وعلا ومولاه. نعم.